للأمانة يعني أنا يعني أنا شخصيا يعني أتعاطف مع الجمهور القطري يعني أتألم لألم الجمهور. أنت تهيئ يعني هم ترى هذا المنتخب وهذا الإنفاق وهذا التحضير وهذا الإعلام وهذه المناكفات وهذه العداءات يعني أنت من يوم اللي فازوا بالتنظيم ها من يعني مو يبدي من يوم اللي فازوا بالتنظيم يبدي يعني قبل نحو عشرة سنوات من الآن إيه؟ يعني ألم كبير يعني من عد ما طفل عمره 12 سنة وفاز بلده بالتنظيم ويجي بعد 10 سنوات وهو اليوم شاب يافع وقاعد بالمدرجات ويشوف فريقه يخسر أمام الفريق الذي يعول أن يكون محطة للدور الثاني. مرات أنت تكون واقعي بطرحك ومرات أنت تتمنى طموحك تتشكل، والفارق بين الواقع والطموح هو كبير. أنت بالأمس أنا وياك مرينا على اليمن، اصبر علي، أنا وياك مرينا على المجاميع الثمانية. نعم. مضبوط؟ نعم. أنا أنت سألتني على الأربعة الأولى وأنا سألتك قلت لك خليك هنا أنا مقدم وأسألك على اليمن، أسألك على المجامع الأخرى وطيني وطيني منو اللي يتأهل أول وثاني. أنت سألتني من هذه المجموعة اللي هي هولندا والسنغال واليوم الإكوادور وكذا، أنا رشحت قطر؟ ما رشحت قطر.